الماتشات اللي ذكرتها كلها نهاوند اهم من بعض، نبتدي بانهي فيهم؟ اللي يعجبك. تعالي نبتدي بالاهلي والترجي. يلا طبيعه بينا. الحال ده اكيد يعني يهمنا بشكل أكيد. استثنائي، وفي ضوء اللي انت شفتيه في مباراه الذهاب توقعاتك ايه فيما يتعلق بماتش الاياب؟ طيب قبل ما نتكلم في توقعات، في نقطة مهمة جدا 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 لازم الناس تاخد بالها منها أو احنا نعمل حسابنا عليها. الأهلي لسه ما تأهلش للنهائي. صح. مش معنى إن أنا قدرت أكسب 3-0 بره أرضي، ده زي إيه، زي ما بنقول كده احنا حطينا رجلينا بالظبط كده، حطينا رجل واحدة. لكن إن أنا تأهلت بشكل رسمي فده لسه طبعا لم يحسم. شفنا قبل كده مباريات كتير جدا كانت نتائجها كبيرة في الذهاب، وقدرت الفرق اللي كانت خسرانه في الذهاب تعوض في مباريات الاياب، وعندنا في ليفربول وبرشلونه خير مثال يعني. فما نقدرش نقول ان الاهلي حسم بنسبه 100%. طبعا لسه عندنا شوط تاني ان شاء الله في مباراه العوده يوم الجمعه الجايه في استاد القاهره. مباراه هتبقى مهمه جدا جدا. اللعيبه لازم تبقى نفسيا عارفه ان هي لسه لم تحسم الصعود بعد بنسبه 100%. لازم بس الفرصه كبيره. طبعا يعني طبعا زي ما قلنا احنا حطينا رجل. تمام. فرصتنا بالنسبه للترجي، لا انت بتتكلمي مثلا في بالنسبه لك انت 70%، بالنسبه للترجي صحيح. مثلا 30%. تمام. بس مش 100%، ده اللي احنا بنتكلم فيه، لان كل شيء وارد في كره القدم. هو لا منطق اصلا سائد في كره القدم. بالظبط يعني. بالظبط. فما نقدرش نحكم يعني. فبالتالي ده بالنسبه لي ماتش مهم جدا جدا. مفيش فيه عايزه اقول ايه تساهل، مفيش فيه امكانيه مثلا ان انا ممكن اريح بعض اللعيبه بدون داعي يعني. في غصب عننا هنضطر ان احنا في لعيبه هنريحها او لعيبه هناخد بالنا مننا مثلا ان هي ما تلعبش مثلا مباراه كامله، لان في عندنا 4 لعيبه او 3 عندهم انذارات، ولو اخدوا انذار في ماتش الترجي هيبقى في مشكله طبعا في ماتش الفاينل باذن الله في حاله الصعود. عندنا حمدي فتحي وبنسبه كبيره جدا 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 لازم حمدي فتحي يريح الماتش ده. عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا حسين الشحات، عندنا محمد هاني، الاربعه دول اللي عندهم انذارات وهيبقى وضعهم صعب جدا في المباراه. كل اسم فيهم اهم من التاني. بالظبط بالظبط. بس هقول لك على نقطه مهمه جدا يا كريم، انت لما تيجي تبص على بدايل اللعيبه دي هتلاقي نفسك برده مطمن. هتلاقي نفسك مطمن، هتلاقي نفسك مرتاح حتى لو مش بشكل اساسي، بس هتلاقي اللعيبه دي هتسد يعني. مكان محمد هاني هنلاقي مثلا خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح شارك مع الاهلي قبل كده في مباريات وقدم اداء جيد. هتلاقي مثلا لو مش هتلعب بحمدي فتحي وهتريحه، هتلاقي عندك الثلاثي بتاع الوسط مثلا، هتلاقي مروان عطيه، هتلاقي اليو ديانج، هتلاقي عمرو السولية. فهتلاقي مفيش. عاده في الماتشات اللي من النوع ده كمان بتعولي اكتر على اللعيبه اللي عندها خبرات دوليه. طبعا طبعا طبعا، ده مش هنختلف عليه. بس هيبقى بالنسبه لي خساره اكبر لو انا دفعت بلاعب اخد انذار ما لعبتش بيه مباراه. بالظبط، ما لعبتش بيه مباراه النهائي. فهي طبعا المساله بالنسبه لكولر وبالنسبه للعيبه لازم يبقى فيها تاهيل نفسي كبير جدا، سواء من ناحيه نتيجه المباراه، سواء من ناحيه الخطه، سواء ان اللعيبه كلها لازم تبقى عامله حسابها على موضوع الانذارات. الترجي هيبقى جاي هو مش باقي على حاجه. بالنسبه له الموضوع هلعب ممكن اقدر اعمل ريمونتادا او اعمل مفاجاه او ما اعملهاش، انا كده كده يعتبر بره يعني. بس فالمباراه هيبقى ليها حسابات خاصه جدا، ولازم طبعا واكيد اكيد يعني الجهاز الفني واللاعبين عندهم خبرات في النقطه دي. طب والحاجه الحلوه ان احنا بنتكلم عن 10,000 كمان مشجع هيكون ان شاء الله موجود. كان نفسي يبقى اكتر بس يعني ان شاء الله. ده حلو. طيب